قمنا بإعطاء إشارة الانطلاق لبعض المشاريع خاصة التي تقع على مستوى مناطق الظل، مثل تزويد حوش كركار بأقسامه الأربعة بالماء الصالحة للشرب، حيث أعطينا إشارة انطلاق المشروع. كما قمنا بإعطاء إشارة انطلاق مشروع لتعبيد بعض الطرقات في شارع المقراني، إضافة إلى وضع حيز الخدمة لبعض المشاريع كذلك، منها تزويد حوش جغبوب بالغاز الطبيعي، إضافة إلى ربط بعض المدارس، 5 مدارس الواقعة في مناطق الظل، وهذا طبعا استنادا إلى توصيات السيد رئيس الجمهورية، إضافة إلى بعض التسميات للمنشآت العمومية بأسماء الشهداء من أجل تخليد هؤلاء الناس الذين ضحوا بالنفس والنفس من أجل هذا الوطن.